تشرفت اليوم بمركز منشآت، مركز ريادة الأعمال ومركز ذكاء، وبهرني ما شاهدته اليوم الصراحة من حماس ومن توقد ومن أفكار جميلة وجذابة وطموح عالي جدا، وهذا متماشي مع توجه مملكتنا الغالية في رؤية 2030. ويسعدنا في الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن نكون جزء من هذا التوجه، وأن تكون شراكتنا مساهمة بحول الله تعالى إلى نقل بعض هذه الأفكار النيرة إلى قطاع الطيران والاستفادة منها في المجال الحيوي ومهم جدا لمملكتنا الغالية. كما يعلم الجميع أن قطاع الطيران كان ولفترة طويلة حاجز كبير بالنسبة لكثير من الأفكار، واليوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية تتبنى فكرة أن تكون مدخل وبوابة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الجديدة الصغيرة والمتوسطة منها. كل الشكر لما شاهدته من الجميع، والحفاوة تغمرني بما رأيت، وشكرا لكم جزيلا، وأتمنى أن أكرر هذه الزيارة في القريب العاجل.